الأستاذ عماد حسنين الصحفي المتخصص في ملف الحوادث. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني عايزين نعرف من حضرتك أستاذ عماد إيه تفاصيل القانونية، يعني بناء على إيه، والناس دي كانت بتعمل إيه كنشاط معادي للقانون يعني أو خارق للقانون؟ حضرتك الناس دي كانت بتعمل على مواقع التواصل الاجتماعي شبكة مراهنات إلكترونية بتهدد الأمن والاقتصاد المصري. أولا بيتم زي لعبة، أو لو حضرتك ترجع معي بالذاكرة الغرف المغلقة اللي كانت عبر التيك توك، طبعا ده تطبيق تاني خالص غير الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، لكن ده أبليكيشن أو تطبيق معين بيتم الدعاء ليه أو الترويج ليه من بعض مستخدمي من يعني النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وبيتم عمل مراهنات بعمل معينة، وبيتم استقطاب الشباب بالمراهنات الغير مشروعة عبر مواقع التواصل يعني الاجتماعي. يعني ايه يا استاذ عماد؟ بيجيبوا شباب، انا معايا شباب اهو زمايلي، اقول لهم يلا تعالوا اعملوا ايه، خشوا الموقع ده يعملوا ايه، بيدخلوا الموقع ده واخد بال حضرتك بيتعاملوا بالعملات المشفرة. ده رقم واحد. العملات المشفرة دي ممنوعة قانونا في مصر؟ ممنوعة طبعا ممنوعة. ايوه كده، انا عايز كده الدلائل القانونية. اصلا بقولك انا بلعب، انت تيجي تقبض عليا؟ لا مش مسألة لعب، ده يعني الهيكل العام من بره كأنه ابليكيشن عادي، لكن أيوة. فحواه او ده مخالف للقانون تماما. تمام. بيتم استخدام العملات المشفرة، بيتم برضو الترويج لأشياء محرمة دوليا، واخد بال حضرتك، اللي هي بيتم جمع عملة صعبة، بيتم التعامل في العملة الصعبة وتوريدها خارج البلاد، لأنه المنظمة دي منظمة تقودها مجموعة خارج البلاد أصلا، وفي عدد كبير في جميع المحافظات تم رصده من لكن قبل. اسمح لي يا استاذ عماد، اللي فاهمينه من الخبر ان اللي اتقبض عليهم مش الولاد اللي بيلعبوا، اللي اتقبض عليهم الوكلاء اللي بيرتبوا المنظمين اللي بعتوا بيها الفلوس بره من غير ما تكون قانونيه. بالظبط، عدد من المنظمين اللي موجودين بالمحافظات، عدد كبير من في المحافظات. يعني مثلا يقول لك هات فلوسك وانا احولها لعمله اجنبيه وابعتها لهم بره، طبعا ده مجرم تماما، دي سرقه علني يعني. بالظبط، وطبعا لا ما بيقولكش هات احولها لك كده، بيقول لك احنا هنشغلها وفي خلال اليوم ممكن يديك $300 تكسب $300. بيدخل من الزاويه دي يعني، ويديك مبلغ ضخم على اساس انك انت يعني تروح او انك انت تقتنع بالموضوع وتدخل في الدوامة. طب هل تم تواصلكم مع اي من المتضررين مثلا من هذه اللعبة؟ لا لم يعني. طبعا قبل كده جاتنا خلال القاهرة 24 استغاثات كتيرة جدا من نصب عبر موقع التواصل الاجتماعي. وسلمى الغزولي اخر واحدة اللي هي كانت تنصب باسم الشي ان، وعدد كبير جدا وعلى عدد كبير جدا، وتم القبض عليها فعلا وتحاكم حاليا امام المحكمه. لكن متضررين في الواقعه دي ما حدش الى الان ولسه ما عندناش تفاصيل في بيان الرقابه الاداريه انه عددهم قد ايه او محافظاتهم ايه او كده، لسه ما فيش تفاصيل لده اللي تم القبض عليهم يعني. الى الان لسه ما فيش العدد كامل، لكن في الرقابة الإدارية قالت أنه تم القبض على عدد من يعني المكونين أو القائمين في جميع المحافظات. طيب أخيرا أستاذ عماد، هل في تواصل مع الدول اللي فيها رؤوس هذه الشبكة عن طريق البوليس الدولي أو غيره؟ بيتم طبعا التواصل عبر الانتربول الدولي. وزي ما احنا تمكنا والرقابة الإدارية والأمن الوطني ألقى القبض على عدد من مجموعة هنا في مصر، بيتم في بلادهم طبعا القبض على اللي بيتم مسكه أو بيتم تورطه بيتقبض عليه فورا. بشكرك جدا أستاذ عماد حسنين الصحفي المتخصص في ملف الحوادث. هي ناقصة يعني، أنا مش عارف الناس زعلانة إنها مش لاقية تاكل، ولا الناس بتروح تراهن عشان أي مكسب
مش هقول حرام ولا حلال، طبعا دي مسألة راجعة لقناعة كل واحد، لكن ما حاجة مجرمة وحاجة غير قانونية وحاجة غير مضمونة، والبيتكوين ده والعملات المشفرة في ناس حطت فيه ملايين وقال لك انت بقى معاك دلوقتي مليارات، وفجأة لقوا نفسهم ولا حاجة، قال لك اه معلش اصل خسرنا البيتكوين وقعت. وانت تعرفهم حاجة يعني بصراحة محتاجة توعية.